لا، تمييز. ما هو مو التمييز؟ من يقول التمييز؟ التمييز يا شيخ، هذا يمكن ما أفطر اللي يقول التمييز. أتكلم، التمييز ليس البلوغ، التمييز هو التفريق بين الأشياء. تقول له قم يقوم، اجلس اجلس، يعرف أن هذا ماء هذا نار. فهل تصح صلاة الصغير أو لا؟ من يعرف؟ ها، لا لا، أنت ما تصح مفتي. إيش تصح؟ خطأ. صلاة الصغير تصح أو لا؟ لا تكلم الشيخ. خطأ، تصح خطأ، لا تصح خطأ. الله يبارك فيك يا عم. يقول إذا كان يميز يفرق بين الأشياء، يعرف القيام القعود، هذا ماء هذا نار، إذا يميز صلاته صحيحة، غير مميز صلاته باطلة. ما شاء الله، ممكن ابن 4 سنين أحيانا يكون مميز، صح؟ تمام. إذن الإسلام والعقل والتمييز. الرابع